أكدت وزارة الصحة مواصلة تكثيف الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا واستمرار تعزيز الإجراءات الاحترازية في مملكة البحرين بما يتماشى مع المستجدات المحلية لفيروس كورونا، ويدعم كافة التدابير الوقائية التي تم اتخاذها بهدف تقليل معدل معيار التكاثر الأساسي إلى أقل من واحد والوصول إلى تسطيح المنحنى الخاص بالفيروس. موضحة الوزارة أن تكثيف الفحوصات العشوائية وعمليات معرفة تفاصيل أثر المخالطين كشفت عن حالات قائمة في المنامة والمحرق والبسيتين وشارع البديع والعكر والنوادرات ورأس زويد وعسكر والزلاق والجفير والرفاع وسلمباد والنوادرات والسترة وجد حفص ومنطقة ألبة الصناعية، إلى جانب عدة مناطق في مختلف أنحاء المملكة. كما بيّنت عن رصد حالات بسبب تخالط في مجمعات ومحلات تجارية وبقالات ومناطق سكن العمالة الوافدة ومستودعات صناعية وتجارية وشركات الصيانة وشركات الأمن والحراسة وشركات خدمات النظافة وعيادات طبية ومراكز صحية في مختلف محافظات المملكة. ونوهت وزارة الصحة بأن الحفاظ على السلامة العامة مسؤولية الجميع، وأن وعي المجتمع البحريني هو ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف المرجوة، فالالتزام من الجميع بالقرارات والتعليمات الصادرة يفوق أي إجراء وقائي وصحي آخر، وسيسهم في تحقيق المنشود والتصدي للفيروس. وهبت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية وعدم التهاون بها، مع عودة استئناف العمل في المحال التجارية والصناعية بدءا من اليوم في الساعة 7 مساء، مشددة على أن خروج الأفراد للضرورات المعيشية فقط والتزامهم بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه وتطبيق تدابير التباعد الاجتماعي يضمن استمرار حرية التنقل ويدعم كافة الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا. موضحة الوزارة أن من أهم التدابير الوقائية ارتداء الأقنعة وكمامات الوجه من قبل العاملين ومرتدي المحل التجارية وتقليل عدد الموجودين بالمنشأة ومنع الاكتظاظ في المحلات مع الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وتنظيم الانتظار خارج المحلات والالتزام بالتعقيم المستمر لهذه المحلات وفق إرشادات وزارة الصحة. وأكدت وزارة الصحة استمرار زياراتها الميدانية لمختلف مناطق مملكة البحرين لإجراء فحوصات مختبرية لعينات عشوائية وفق المعايير الطبية المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للدفاع المدني، التي تواصل عمليات التطهير والتعقيم لمناطق الزيارات، وشرطة خدمة المجتمع التي تقوم بالحملات التوعوية والتثقيفية في هذه المناطق، وتأكيد من التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات الصادرة كمنع التجمع في الأماكن العامة لأكثر من 5 أشخاص واتباع تدابير التباعد الاجتماعي لحفظ صحة وسلامة الجميع.